شيء اخر. هذه الدعوه احبائي هي دعوه شخصيه فرديه ودعوه للجميع لكل من يسمع ولكل من يشاهد. قال يسوع تعالوا الي الى يسوع المسيح لم يقل تعالوا الى هذا المذهب او الى هذا الطريق او الى هذا الدين لم يقل المسيح تعالوا اسمعوا الوصايا. لما يقل المسيح اه افعل او لا تفعل ولكن قال يسوع المسيح تعالوا الي فالمسيحيه تختلف عن سائر الاديان فكل الاديان تحاول ان تصل الى الله بالاجتهاد تحاول وتتمحور حول شرائع حول تعاليم حول طقوس حول فرائض افعل أو لا تفعل ولكن المسيحية هي الوحيدة التي هي مبادرة إلهية الله أخذ زمام المبادرة حتى يخلص الإنسان والمسيحية هي الوحيدة إن صح التعبير الديانة الوحيدة هي التي تعلم أنها تتمحور حول شخص فنحن في المسيح لا نستطيع أن نفعل ولكن في المسيح نستطيع ان نفعل كل شيء فالمسيحيه تتمحور وتتمركز حول شخص هذا الشخص هو حي هزم الموت وقام من الاموات وصعد الى السماء وارسل الروح القدس ليلازم المؤمنين وهو حي الى ابد الابدين وهو معنا فينا في داخلنا يتفاعل يتواصل معنا فالمسيحية تتمحور حول شخص القادر ان يغير ان يحرر ان يطهر وان يبرر ايضا فهو القادر على كل شيء فعندما يدعو المسيح قائلا تعالوا الي يا جميع المتعبين وثاقلي الاحمال وانا اريحكم فاذا هو القادر ان يعطي الراحة والسلام والطمأنينه لكل من يأتي إلى يسوع المسيح. لاحظ الكلام. تعالوا إلي أي إلى يسوع المسيح. إنها دعوة؟ إنها وعد؟ إنها اختبار حقيقي نختبر الراحة في المسيح. في العبرانيين إصحاح أربعة بيتكلم عن الراحة. وإن شعب الله لم يدخل الراحة السبب لعدم الإيمان ولكن أحبائي الراحة اللي بيتكلم عنها هي نعمة المسيح أننا في المسيح ودخلنا إلى تلك الراحة وعد لكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح وهذا الوعد هو عربون للراحة الأبدية إنه في يوم من الأيام رح نكون مع يسوع الى ابد الابدين فهنا تفيد التخصيص وهي دعوه لكل مستمع بشكل فردي وهي دعوه للجميع لم يقل انها دعوه للمسيحيين لم يقل انها دعوه للمسلمين لم يقل دعوه انها لليزيديين او الصابئه او البهائيين او السبتيين او شعب معين او جنس معين او لسان معين او رجل او امراه هي دعوه للجميع للاغنياء والفقراء للاقوياء والضعفاء للرجال والنساء للجميع على السواء